مشاهدينا اهلا بكم معنا في لقاء ولقاء خاص جدا مع واحد من اساطير كره القدم العربيه والافريقيه وبطبيعه الحال المغربيه من الرباط. لقائنا مع واحد من الاساطير زي ما ذكرت اسطوره كره القدم في الكره المغربيه وما زال مؤثر في الكره المغربيه ليس بس فقط بالمستوى الفني انما كمان المستوى السلوكي والاخلاقي اللي الجميع بياخدوا قدوه ومثل في مسيرته الانسانيه والاحترافيه. محمد التيمومي كابتن اهلا بك معنا. اهلا وسهلا سيدي. تحياتي لك كابتن. الحقيقه اكيد احنا سعداء والجميع اللي بيشاهدونا سعداء ب يعني رؤيتك على الشاشه وحديثك معنا. اهلا بك كابتن مره ثانيه. اهلا وسهلا وانا بدوري سعيد انه يكون ضيف ديالكم وما نكونش ثقيل عليكم. لا لا بالتاكيد كابتن. كابتن محمد يعني الحقيقه مسيره كبيره جدا في حياتك كلاعب كره قدم ودايما لما بتذكر الاجيال فبتكلم على اجيال الثمانينات مع احترامنا الكامل للجميع انما بتكلم على التيمومي بودربالا بدو الزاكي طبعا منهم كتير من النجوم انما بنتكلم دايما وابدا كل جيل في العناصر اللي الحقيقه مسيرتك في مع كره القدم المغربيه انت شفتها ازاي في البدايات يعني؟ لا شوف هو نادر شوف اي لاعب كره القدم ما يمكنش يكون ينتظر انه يوصل مثلا النجوميه وانه يدير واحد الاسم في المسار ديالو الرياضي. يمكن في واحد الفتره كيكون ما نقولش كيكون لاعب مغمور، لاعب خاصه في البدايه في الانطلاق ديالك يعني كتكون تبحث انت بنفسك على شخصيتك داخل نادي معين اللي انطلقتي معاه. مثلا في اتحاد تورقانه كفريق الام ديالي ما كنتش كنتوقع مثلا انه غادي توصل واحد الوقت تلعب استحقاقات كبيرة على مستوى القاري على مستوى جهوي على مستوى دولي فانطلاقة ولكن تيكون رأي العام ومتابعة إعلامية كتنبأ لك بأنه يمكن يوم من الأيام غادي تظهر المقومات ديالك إمكانيات ديالك والطاقات اللي كتوفر عليها وكتوظفها يعني في المناسب بالنسبه للفريق اللي انت كتنتمي ليه. فهذه ربما الانطلاقه كانت بهذه الكيفيه بانتظار الشيء اللي حققناه مثلا يعني وبكل تواضع في المسار الرياضي في الاستحقاقات اللي انت شاركت فيها في الالقاب في الانجازات اللي انت حققتها يعني من ناحيه الشخصيه ثم من ناحيه الجماعيه لان كتبقى لعبه جماعيه ماشي لعبه فرديه كتبقى دائما ذاك الرغبة وذاك الطموح. الأجيال الصاعدة أكيد بتتفرج على محمد تيمومي على الكثير من النجوم العرب على مستويات البلاد يعني فبياخدوا من الكلام. هل الأمر كان بالنسبة لك سهل ولا الأمر كان بالنسبة لك برضو في صعوبة يعني الاسم ده ما تكونش بين يوم وليلة يعني؟ أكيد يعني المسار ما كيكون سهل طبعا يعني لأي لاعب كرة القدم مثلا يعني المسار فيه بحال اللي كنقولوا فيه مطبات فيه فترة اللي يمكن فيها فرح وفيها ومرحلة اللي فيها يمكن تتكون فيها ديك السقطة. هنا تنقول يعني كاين في اللعبة كاينة معادلة اللي هو انتصار اللي هو مثلا تعادل اللي ما هو الهزيمة وهادو كلهم كيعطيوك شخصيتك كتبحث عليها أنت من ناحية ممكن يكون عندك مستقبل. لا وهذا هو اللي ذكرت انا في الاول يعني في واحد الفتره معينه قبل الانطلاقه ديالك يعني يمكن انخراط ديالك داخل النادي بوثيقه معينه تابع للاتحاد المغربي فلازم انت في حد ذاتك ما كتعرفش اي موقع انت ولكن كاين ناس غيورين ناس متتبعين
هادو ناس اللي كانوا تيتابعوك من خلال الحارات، من خلال الازقه اللي كنت كتب. فكان الخال ديالي يعني كان ديك الساعه عضو داخل نادي اتحاد توارقه، يعني كانوا اخوان اخرين اللي هما كيتابعونا في الدوريات اللي كيتقاموا. اكيد بانه اي لاعب كره قدم تيمر بالدوريات يعني في الحارات، وهذا ربما هي قبل الانطلاقه ديالك الرسميه. انا تنقول فهادو الناس اللي كانوا كيتنبؤوا لك مستقبل بانه غتكون لعيب كره القدم يمكن في مستوى كبير وعالي. ربما هادو الناس اللي هما كيرجع الفضل الله، ولكن اليوم هما انهم جاوا وداوني النادي اتحاد تورقة الام ديالي انه نوقع اول اتفاق او اول عقد. نعم. ده الكلام ده كان كم سنه كابتن؟ كان في 75 بالضبط. 75 كان عندك كم سنه؟ كان عندي 14 15 سنه. ما شاء الله ما شاء الله. يعني ده اول انطلاقه ليك كانت 14 15 سنه. من وقتها حسيت انك انت لو بشيء من طبعا من التوفيق ومن التركيز ومن التطوير تقدر انك انت توصل لعلى. هل وقتها كان في مخيلتك انك انت بعد كده ممكن ترتقي الى الجيش الملكي ومنها الى المنتخب الوطني؟ طبعا هنتكلم على المحطات دي، بس بتكلم على الوقت ده. هل يعني ورد في ذهنك انك انت ممكن؟ والد الله يرحمه كيوديني باش كنشوف نتفرج فريق الجيش الملكي في ديك الفتره مع فريق الفتح الرباط، لان هادو جوج ديال الفرق اللي في الرباط. اكبر فرق في الرباط. فكانوا كيلعبوا في نفس تقريبا نفس اليوم نفس الملعب ونفس يعني فريق تيسبق الاخر. كان الفتح كتلعب الاولى ومن بعد الجيش الملكي. فهذه المساله ولدت لي الحب لفريق الجيش الملكي اللي كنلعب معاه واللي كان تقلي في 79 80 بالظبط. يعني انت اصلا مشجع للجيش الملكي قبل ما تكون لاعب في الجيش الملكي؟ فعلا. يعني تولدت هذه المساله، تولدت هذا الحب، تولد في سن وانا عندي 12 عام تقريبا كنت نمشي نتفرج فيه. بتفرق كثير يا كابتن انك انت تكون بتلعب فين؟ يعني مش هنتكلم على الوضع الحالي في الاحتراف والانتقالات والتنقلات، انما بتفرق كثير عند اللاعب انه يكون بيلعب في النادي المشجع ليه؟ فعلا الفتره ديالنا احنا كانت مغايره، لان الفتره ديالنا ما كانش يمكن الجانب المالي طاغي بالشيء اللي هو واقع الان. ها اللاعب تينتقل الفريق بهفويه. ها كيمكن يمشي ولا كيتكون داخل فريق يعني بدون النظره ديالو للجانب المالي. ما عطيش القيمه ديالو. مزبوط. ما كيمكنش الان تكون تتناقش انت مثلا مع رئيس النادي على الحوافز، ربما هذه كانت غايبه. الناس كانت تلعب يعني بواحد الهفوية تلقائية الممارسة، ولكن الآن فعلا تغيرت المسائل. بالزبط. يعني كيمكن علاش؟ حيت اللاعب الآن عنده رجل أعمال ديالو. ها وكيل أو مدير أعماله. مزبوط. فهنا في وقتك ما كانش فيه موجود، ما كانش هذا الأمور. فهنا كيمكن هذا هو الميزة اللي عند اللاعب الحالي، سواء تكون داخل الفريق سواء انه انتقل لفريق الاخر. هنا كيمكن تكون عنده يمكن تحقيق ولا ضمانات اللي كتخول له انه يمارس اللعبه. بس اعتقد يا كابتن يعني كل لاعب عنده الحق في ان هو يحقق اكبر دخل مادي بالنسبه له لان مهنته. انما بتكلم في جزئيه ان احنا لما نيجي نتكلم على الانديه وعلى اللاعبين، يعني لما نتكلم على الجيش الملكي التيمومي، نتكلم على عزيز بودربالة وبدر زكي في الوداد، بنتكلم حتى في الجيل اللي بعد كده بصير صلاح الدين في الرجاء المغربي، يعني برضو بتاثر على قيمه اللاعب بالنسبه للنادي. هل انت شايف يعني ازاي تتحقق المعادله ما بين انك انت تحقق اعلى دخل مادي وفي نفس الوقت تحافظ على قيمتك او قيمه النجوم عند الانديه؟ هذا تتبقى مساله ولا ميزه عند اللاعب. ها باش يمكن يكون توافق في العطاء ديالك والمردود ديالك الايجابي. ها والطموح ديالك الوصول لمستوى عالي. فربما هذا اجتهاد تيبقى اجتهاد فردي. كاين لاعب سواء على المستوى العربي ولا على المستوى الافريقي على المستوى العالمي اللي هو كياكد الحضور ديالو وكياكد العطاء ديالو الايجابي داخل النادي ولا داخل المنتخب، ولكن كاين البعض اللي يمكن ما كيستحقش وما كيستاهلش ذاك الرقم. ربما هذه فيها تزايد، فيها نوع من الاستثمار من الماركتينغ اللي يمكن دخلات داخل النوادي واللي خلات انه ربما
رجال ولا وكلاء لاعبين، حتى هما كيضخموا يمكن الامور في الـ في الـ في الـ يعني في ان هو ممكن يزود قيمه اللاعب، يقول لك ان مثلا اللاعب ده النادي ده عايزه والنادي ده عايزه، فبالتالي يعمل رغبه عند رغبه وكيضخم الامور ولو انه ذاك اللاعب ما كيستحقش، لان عنده هو استحقاق في المساله، فهمتي؟ فربما اللعبه ولات غاده، خاصه على مستوى اللعبه ديال كره القدم، بحكم انها لعبه شعبيه يعني واخده واحد الهاجس اعلامي، واخده واحد القيمه استثماريه مغايره يمكن لانواع الرياضيه الاخرى. تيمومي 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 كره اتجاه عزيز، عزيز دخل معترك، إضافة إلى سبعة ديال اللاعبين من فريق الجيش الملكي. تيمومي هو اللي غادي يقدم، قفات كرة دائرية ولكن فيها الحارس. صناعة نقاط اتجاه تيمومي، بالفعل تيمومي بالراس، أمام العزيز، أمام العزيز يتمكن من الكرة، قفز من الكرة، نزل قناة تيمومي، تيمومي يقدم، أي أي أي، هذه فرصة لفريق الجيش الملكي. عزيز نزل كرة ممتازة لتيمومي. ما لعبتش في الجيش الملكي ليس فقط للاحتراف، إنما كمان كمحب للجيش الملكي. نعم مظبوط؟ صح. هل ده اللي خلاك إنك أنت ممكن تتأخر في بعض الأوقات في قرارك في الاحتراف الأوروبي في لوكرن بلجيكي، أو إنك أنت حتى ما انتقلتش إلى نادي آخر غير الجيش الملكي في إلا في نهاية مشوارك؟ لا نادر، هو شوف انا اول عرض كان جاني يعني في اول منادات ليا، اول انطلاقه كلاعب كره القدم رسميه اللي هو في السن ديال 75، شاركنا في اول دوري في لاكروا، مدينه لاكروا بفرنسا، كان دوري كبير كيجيو لي العديد من الفرق الاوروبيه اللي هي معروفه على الصعيد العالمي وهذه، لا داعي لذكر الاسماء. ف لا لا اذكرها كابتن، كانت برشلونه، كانت بنفيكا، كان اندرليكت، كان انا بعدي، كان فريق لوكوموتيف صوفيا، كان واحد مجموعه ديال المنتخبات وفرق اللي هي شاركات في هذا الدوري، يعني 16 فريق كيشارك. فكان جاني اول عرض في هذه الفتره بالضبط، وانا سني 14 15 سنه، ان شاء الله فريق باستيا، لان علاش فزنا حنا بالدوري، منتخب الفتيان المغرب فاز بالدوري، وحرصت على احسن لاعب في الدوره، فكان المسؤولين ديال نادي باستيا حاضرين وجاو تيناقشوا معايا ديك الساعه. انا ما كنعرفش الاحتراف، ما كنعرفش قيمه الاحتراف، ما كنعرفش يعني الشيء اللي كيميز الاحتراف عليه. ما ينفعش انت مفتقد ايه اصلا؟ لا لا، هو الاول بطبيعتك يعني. بطبيعتك كلاعب يعني محب كره القدم، انت راح تلعب صح يعني، وفي سن ديال 14 15 سنه، ما كتفكرش انت في مثلا في الماده يعني في الجانب المالي، يعني كان عندك حب انك تشارك. اول خرجه عندك لفرنسا مثلا يعني كان حب كبير، وتكتشف عالم اخر يعني عالم الاحتراف، ولو انك ديك الوقت باقي ما عندكش تكوين ولا ما عندكش فكره على الاحتراف، فهنا ربما حتى المسار ديالك والانطلاقه ديالك في المغرب هنا مثلا ما كانش ذاك الجانب، النظره ديالك للاحتراف ولا المعرفه ديالك للاحتراف ولا هالتمييز ولا هالفارق ما بين الاحتراف والهوايه. فكان عندك يعني ممارسه فويه، كان عندك الحب انك تجي يوم السبت ولا الاحد انك تلبس واحد القميص وتدخل مع الاخوان عادي جدا بطبيعتك، صح يعني بالتلقائيه اللي تلقائيه. لكن هنا يمكن وقتاش تتغير لك الفكره في الممارسه. وايه اللي حصل وقتها كابتن؟ يعني ليه ما استجبتش لرغبه الفرقه الاوروبيه؟ هل لعدم الوعي او ان ما كانش في البعض حواليك ممكن يشرح لك الامور، ولا انك انت حبيت تقعد في المغرب؟ انا مش حبيت يعني مفروض لك، لانه انا قلت لك ما عندش واحد الاهتمام، ها ما عندكش ناس اللي يمكن ينصحوك في ديك الفتره، باقي انت يمكن تتلقى نفسك داخل 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 الوطن ديالك، ربما هذه اشياء اللي يمكن كتواكب المسار ولا الانطلاقه ديالك. يعني بالمقارنه الان انا قلت لك كاين الان وكلاء لاعبين حتى ولو في سن صغير الان
سن ديال 16 15 سنه كيمكن وكيل لاعب يوديك يديك سميتو يلقى لك العرض صح المناسب وينقوسي لك يعني الا كنت انت متميز كلاعب فهمتي ربما مخالف هادشي اللي يمكن حنا شفنا هذيك الفتره ما كانش هذا الاقبال الكبير على الاحتراف وما كانش هذا كيف تيقولوا هذا الباب مفتوح صح وكان في لاعبين جميع الاجيال مزبوط الاجيال كان يمكن واحد الوقت لا توصل يمكن الفريق الكبير ديالك وتكون يعني عطاء ولا المردوديه ديالك داخل الدوري ديالك يعني بالقيمه الكبيره يمكن وصلتي على مستوى المنتخب باش يمكن توصل انه تمشي تحترف صح. لا الان تغيرت الامور ولكن طبعاً. في المقارنه للوقت ديالنا احنا ما كانش الاقبال يعني كان السبب هو عدم الوعي وفي نفس الوقت عدم المتابعه بالنسبه اللي حواليك ما كانش فيه وكلاء لاعبين نعم. ما كانش فيه يعني ناصحين بالنسبه لك انك انت نعم. تحترف خارجيا ويوجهوك وهكذا Mary trying to screen it and set up to Numi. كابتن عايز اسالك على جزئيه مهمه جدا يعني جزئيه المنتخب الوطني في الثمانينات ما زال الجميع بيذكر الجيل الذهبي للكره المغربيه في الثمانينات مع كل الاحترام والتقدير للتسعينات وغيرها طبعا اجيال متعاقبه بس كان في ما يميز الجيل الثمانينات ان هو اكثر اللاعبين ولا نقلل من وطنيه الاجيال الحاليه أكثر اللاعبين خارجين من المغرب يعني بيلعبوا في المغرب بيلعبوا في الجيش الملكي بيلعبوا في الوداد بيلعبوا في الرجاء بيلعبوا في الأندية الأخرى فكان ليه مذاق مختلف يعني إيه الفارق ما بين اللاعب المغربي في المنتخب الوطني المغربي في الثمانينات وبداية التسعينات والوقت الوقت الحالي أكيد بأنه أنا نقول تكوين دياله على المستوى المحلي فعلا كيكون عنده تاثير ديالو يعني التكوين ديال 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 الحارات وديال الازقه داك شيء مهم وتاكد الجانب الفني الجانب التقني ديال اللاعب يعني ديك الملاعب انا تنقول ربما المدارس الحقيقيه هي هذيك الازقه لانه تعلمنا منها شيء الكثير خدينا منها جانب تكويني ولكن بدون تاطير طبعا من الناحيه الفنيه ربما هذه اعطت القيمه للاعب لا بس انا قصدي كابتن كمان ان حتى من الناحيه الجماهيريه بالنسبه للمنتخب الوطني خلينا نكون واقعيين مختلفه يعني ال 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 الجيل الخاص بك كابتن يعني جيلك وجيل بودربالا وبادوزك كان كام لاعب لو على ما تتذكر كان كام لاعب بيلعب في الدوري المحلي وكم لاعب بيلعب في محترف خارجيا في انديه خارجيه او حتى نشأته هو مغربي الأصل بس نشأته كانت في أوروبا مثلا على سبيل المثال أعتقد كان عدد قليل قوي كان قليل قليل صح لا ذكرنا وكان المسار ديالهم انطلق من هنا من المغرب لا كان عزيز وانطلق من هنا لا بالضبط وده اللي قصدي عليه هو ده الاختلاف يعني صح كان اختلاف فيبقى اللاعب المغربي مرتبط بالوطن داخليا وحتى الجماهير اعتقد يعني جماهير المنتخب في الوقت الحالي مختلفه هي بتشجع طبعا المغرب انما كانت قبل كده بتشجع اللاعبين كمان فعلا كان عندهم متابعه يعني متابعه اسبوعيه لانه كان لاعب كيلعب داخل نادي وكيشارك في الدوري المغربي فكيشوفوا يعني متابعه دقيقه
ها بغض النظر اللاعبين اللي مثلا او الجيل الحالي فكلهم يعني تكونوا خارج المغرب. خارج المغرب كاين اللي تزاد خارج المغرب كاين اللي مشى صغير هو البرا يعني ظروف عائليه ربما الوالدين ديالو انهم مشوا يشتغلوا هناك ويعيشوا هناك فهذه ربما اشياء اللي كتخلي داك المفارقه ما بين الجيل الحالي والاجيال اللي اسمه سواء ديال التسعينات سواء ديال الثمانينات سواء ديال السبعينات فهذا ربما في حد ذاته كتعطي فعلا هو كيبقى جيل اللي هو كيبغي البلد ديالو كيحب البلد ديالو كيبغي يعطي الشيء اللي اسمه الشيء الايجابي من ناحيه ديال النتائج ولكن كيبقى هاد الفوارق هي اللي كتعطي يمكن لذاك الجيل مثلا ديال الثمانينات واحد القيمه مضافه علاش لانه كان تكوين بدون الامكانيات اللي متوفره الان بدون تجهيزات اللي موفره الان هل انت شايف يا كابتن من وجهه نظرك وخبراتك الكبيره ان فيها ظلم للاعب اللاعب المغربي في الدوري المغربي وفي نفس الوقت كمان ان هو بتقلل من طموحه لتمثيل المنتخب المغربي لان ممكن تلاقي لاعبين مميزين انما ما بيلعبوش في دورات اوروبيه ممكن يكون لاعب اقل فنيا صح. من اللاعب اللي بيلعب في الدوري الوطني صح. ويتم استدعاءه للمنتخب مثلا على سبيل المثال لان هو بيلعب في حتى لو كان نادي صغير في فرنسا او في بلجيكا او غيرها لا هو 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 انا نعطيك الفارق فين كان احنا مثلا في الفتره ديال لا الجيل ديال الثمانينات ولا ديال التسعينات يعني كان المنتخب يعني 90% 95% من المغرب يعني من اللاعبين تيمارسوا في الدوري المغربي كان الناخب الوطني كيدير معسكر يمكن هذه مرة تاع عندكم في مصر كيستمر واحد الشهر شهر ونص شهرين بالضبط ها ربما هذه كتولد داك الانسجام كتولد داك التواصل ما بين اسمه داك التعايش كيولد بزاف ديال الاشياء صح. صح. بغض النظر اللي غنقول الجيل الحالي صح. فكانت هذه يمكن في حد ذاتها كانت قوه داخل المنتخب وهذه اشياء اللي يمكن الناخب الوطني كان في ذاك الوقت عنده تفضيل لهذه المساله انا تنقول اختيارات تبقى للناخب الوطني مزبوط الناخب او الناخبين الحاليين عندهم متغيرات اخرى ثلاث ايام اربع ايام قبل المباراه اللاعب الجاهز تيمومي لمريس انك انت تكون متواجد في معسكر مع الفريق وقتنا كان الكابتن جوهر الله يرحمه كان بيعمل معسكرات طويله دي بتعمل تآلف نفسي وترابط مع اللاعبين يعني صح. اعتقد الاجيال الحاليه هي بتفتقد ده صح وهذا ربما اللي شوف يا اختيارات ديال اسمه ديال الناخب الوطني يمكن تيشوف هو اللاعب الجاهز وتيشوف النظره لذاك اللاعب المغربي اللي هو كيمارس يمكن بالامكانيات والتجهيزات اللي هي مغايره للاعب المحلي هذا ما كينقصش من اللاعب المحلي انا تنقول بانه كيف ما كان الحال كتبقى عنده المقومات باش يكون حاضر في لائحه رسميه وباش يكون اساسي داخل المنتخب شيء ما يمكنش هذا الناخب الوطني يعني يعطينا قناعات اخرى يقول لك بانه لا اللاعب المغربي اللي هو محترف وكيلعب خارج الوطن ربما هو اللي عنده الاحقيه القميص الوطني ما كتبقاش عنده الاحقيه اللاعب اللي هو كيمارس خارج الوطن فتبقى لاعب كاينين لاعبين مميزين داخل الدوري المغربي اللي بامكانهم يحملوا القميص تتبقى ديك مساله ديال الثقه انها يعطيها لهم الناخب الوطني باش يمكن ياخذوا الرسميه ديالهم داخل المنتخب وكيبقى خاص الوقت
نعطيهم شيء من الوقت باش يمكن يعطيونا المردودية الإيجابية، وهذا هو اللي كان ربما في الأجيال اللي سبقات. صح مظبوط. يعني أنا بتكلم طبعا بنتكلم بشكل عام بخبراتك في الوطن العربي بشكل عام يعني. لأن الحقيقة اللي بيحصل في المغرب بيحصل في بعض الأوقات في مصر، بيحصل في الجزائر، بيحصل في تونس، يعني بنتكلم حتى على الدول المميزة في شمال أفريقيا. بس هل تفضل أكتر الاختيار الأول للاعب المميز في الدوريات الوطنية، ولا اللاعبين اللي ممكن يكونوا بيلعبوا في دورات أوروبية حتى لو كانت في أندية صغيرة أو أندية كبيرة؟ أنا تفضل بخبرتك. لا أنا بالنسبة لي اللاعب المناسب واللاعب اللي هو كيقدم مردودية. أنا تنقول لك تختلف. أنا بالنسبة لي شخصيا أن نفضل اللاعب اللي هو سواء كان تيمارس في الدوري مثلا المحلي ولا تيمارس على المستوى الاحترافي. فربما هذه كتخلي انه الناخب الوطني ما كيمكنش يهيئ واحد البرنامج استعدادي، يمكن كتخليه يعيش في واحد عدم استقرار، لانه الا كان مثلا كياخذ من الدوري وكياخذ من اللاعبين اللي كيمارسوا خارج الوطن ربما كتخلي انه ما كيستقرش فيما يخص الاستعداد لاي مباراه. وحتى الان الاتحاد الدولي الفيفا كتلزم عليك في واحد الفتره معينه، يعني انضمات هي البرنامج ديالها وخضعات المباريات الوديه اللي كتخاد، ما كانش بالمقارنه للشيء اللي كنا ولا الفتره ديالنا حنا يوقف الدوري مده شهر لو عنده مباراه مثلا في تصفيات كاس العالم او غيرها من المباريات ممكن تقعد شهر. صح يعني. صح. وهذا هو ربما كيخلي انا باش قلت لك الناخب الوطني يعني كيمكن تيفضل، انا تنقول لك اللاعب اللي هو كيحترف داخل خارج الوطن. وهنا حتى بالنسبه له هو بداك التهيئ ولا بداك المعسكر كيتفاداه، يعني كيقلص من العمل ديالو. انا تنقول ماشي غير في المغرب، راه في اي فين بالضبط في كل هذه النظره ديال الناخب الوطني في اي بلد سواء في المغرب ولا في مصر ولا في اسمه، يعني كينقص هو من ذاك العمل ولا ذاك البرنامج اللي هو كيكون مهيئه لاي مباراه ولا اي تظاهر عنده. مزبوط. يعني اكيد يعني يمكن حضرتك ذكرت وقلت ان اللاعب المناسب والانسب، لان طبعا طبقا للمتغيرات بتاعت كره القدم والمواعيد والاشتراطات للفيفا، انما اعتقد يبقى اللاعب اللي نشاته في بلاده، يعني ما بنتكلمش بشيء من التميز، انما لا 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 بيبقى مرتبط بالجماهير، يعني بيرتبط بالجماهير وبيتاثر بالجماهير، عكس برضو اللاعب اللي بيلعب خارج الوطن او يمكن نشأته خارج الوطن بيأدي بشكل جيد اكيد، انما الارتباط المعنوي اللي انتوا كنتوا موجودين فيه اعتقد تيمومي او غيره او بودربالا لما بتلعبوا مباراه مثلا خارج الوطن وتكسبوا المباراه في انتظار ان انتوا ترجعوا داخل المغرب عشان تشوفوا ردود الافعال بالنسبه للجماهير. ايه ولكن تيبقى هو واجب على كل حال. طبعا واجب سواء كنتي كتمارس في الدوري فعلا عندك تعايش مع الجمهور ديالك المحبين ديالك ها طبعا. يكون داك اللقاء ديال اسمه فيه الفرحه واحد الوقت وفيه الانتكاسه واحد الوقت، ولكن حتى بالنسبه لذاك اللاعب اللي هو كيمارس خارج الوطن حتى هو عنده داك المتابعه مثلا الاعلاميه ولا داك الحب للجمهور. صح فربما هذا شيء تيبقى في حد ذاته انا تنقول بانه واجب تتقدمه طبعا. سواء كتمارس هنا ولا كتمارس خارج الوطن يعني. طب انا اخذك ورجعك ثاني لمشوارك مع المنتخب الوطني ومحطات المهمه اللي يمكن مريت بها في المنتخب الوطني، كلنا تابعنا وكلنا كبرنا على المنتخب المغربي وكل الوطن العربي الحقيقه محب، ويمكن انتوا الجيل الخاص بيكم كان جيل مؤثر في كل انحاء الوطن العربي، انما اكيد في محطات بالنسبه لك انت شخصيا الناس تحب تعرفها اكتر، يعني ابرز المحطات اللي يعني في الذاكره بتاعتك انت اثرت فيك. لا كثيره نادر. انا شوف انطلاقه ديالي كانت انا على المستوى مثلا المنتخب كانت في العاب البحر الابيض المتوسط في سبليت ها
وفي هذه الدوره كنا واجهنا فريق مصر منتخب مصر أيوة صح كان فيه شحاته وكان فيه شحاته وفاروق فاروق جعفر ومختار مختار لاعبين كبار لاعبين كبار صح مزبوط كنت باقي صغير انا كنت لسه صغير كنت بتفرج عليك وانا في البيت يعني كانت مواجهه كبيره وكبيره يعني كانت انطلاقه في ذيك الوقت احكي لك على حاجه ان في مباراه مصر ومباراه المغرب ومصر في تصفيات كاس العالم في 86 في ضرب الجزاء بتاع جمال عبد الحميد كنت صغير متفرج ما شفتهاش يعني شفتي. يعني انا كنت متخوف كنت متخوف وبعد كده ضاعت واحرزت جبت هدف مباراه كبيره دائما كبيرة. مواجهات صح مظبوط مغرب مصر عندها عقاع مغاير وعندها متابعه كبيره طبعًا وكبيره طبعًا. اعلاميه وكل شيء فقلت انا كانطلاقه في 79 لعب بحر ابيض المتوسط في سبليت كان كاس افريقيا في 80 في نيجيريا في نيجيريا كنا فزنا بالميداليه الفضيه صح مظبوط وكنا واجهنا مصر في كاس افريقيا في الترتيب صح مظبوط نصف نهائي مظبوط انما هل المحطات بالنسبه لك هل بطولات افريقيه ولا المشاركه في كاس العالم ومباراه كاس العالم شوف اي استحقاقات هي مهمه بالنسبه للاعب كره القدم لا طبعا مهمه ولكن كقيمه تبقى ذاكره معينه او كقيمه كاس العالم تبقى عنده قمه ديال التظاهرات بكل صراحه واي لاعب كره القدم كيتمنى باش يعيش ديك الاجواء بغض النظر الممارسة ولا النتائج اللي تحققها يعني تعيش الأجواء تعيش تتواجه في منتخبات كبيرة على المستوى العالمي يعني تقارع لاعبين يمكن واحد الوقت أول مرة غتنافسهم ولا تواجههم كنت تشوفهم في البطولات على المستوى الأوروبي ولا على مستوى أمريكا اللاتينية مثلا فهذه ربما أشياء اللي كيعيشها اللاعب ولكن كيعيشها وهو يعني فرحان باش يمكن يلعب كأس العالم ويحق فيه واحد التحدي هو انك توصل تحقق نتائج ايجابيه انك شخصيتك تعطيها الوجود ديالها على مستوى العالم يمكن تكتشف نفسك انت داخل البطوله وتعطيها القيمه ديالها فالحمد لله انا تنقول بالنسبه للجيل ديال 86 والشيء اللي حقه شيء لازم باش يتقرى لهاد الاجيال اللي جايه من بعد لا ماشي من السهل باش تمر الدور الثاني انا كنقول ماشي مفروض باش نذكروا هذه المسائل لان كلشي عارف هذه المساله ولكن انك تجي في المركز الاول في المجموعه ديالك ومنتخبات كبيره بولونيا وانجلترا البرتغال ماشي فريق هذو منتخبات ومدارس اللي هي متميزه على الساحه ما غنقولش الاوروبي ولكن العالميه انك تحتلها تحتل المركز الاول وتمر الدور الثاني ماشي من السهل اكيد شايف كابتن يعني بما ان احنا بنتكلم على محطاتك اكتر محطه من المحطات عملت ترابط ما بينك وما بين الجماهير يعني لان دايما ذاكره الجماهير طبعا بتذكر اللاعب وتذكر انجازاته وتاثيره انت شايف انهي محطه هي اللي عملت ربط ما بينك وبين الجماهير المغربيه لا هي على مستوى نقول فريق مثلا الجيس الملكي كان اكبر لقب هو كاس كاس افريقيا الفرق البطل ومباراه يمكن في نصف النهائي كنا واجهنا فريق الزمالك بالقيمه ديالو مزبوط
باك يحصل لك اصابه على المستوى صح. فاظن يعني بالنسبه لنا ما سبقش الفريق ولا نادي مغربي فاز بهذا اللقب. مزبوط. فممكن دي رابطت ما بينك وما بين الجيش الملكي جماهير الجمهور، ولكن كانت 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 كان بالنسبه ماشي غير الجمهور ديال الجيش الملكي ولكن على المستوى الوطني. يعني هنا فريق الجيش الملكي خدا قيمه اضافيه جديده طبعا، لان حقق واحد اللقب على المستوى الافريقي طبعا، خلات دا خلى باش يكون هو الدافع الفرق مغربية أنها تبحث على هذا اللقب. ومن بعدها جاء فريق الوداد وجاء فريق الرجاء وجاء الفرق يعني الأخرى. فتحت عينين الأندية قال لك مش معنا احنا يعني أيوة أعطتهم واحد الحماس وأعطتهم واحد الرغبة كبيرة. وهذه على مستوى يمكن على مستوى الفريق الوطني أنا كنقول بأنه المسألة انطلقت من كأس إفريقيا اللي لعبناه في نيجيريا في 8 فكانت غير ديال الجيل جيل ديال الفراس وديال الهزاز وديال يعني السبعينات، يعني كانت ربما النهايه ديال ذاك الجيل والاكتشاف والنشأة ديال جيل اخر ربما انطلقت من هذا الكاس افريقيا. وكان واحد ما غنقولش النواه ولكن واحد المجموعه ديال اللاعبين اللي هما وصلوا للكاس العالم 86 كانت ربما الانطلاقه ديالهم من هذا. مزبوط مزبوط، لان دائما وابدا احلال وتجديد بالنسبه للفرق بتبقى ما بين 6 سنين ل 8 سنين، ده اقصى شيء يعني، يبقى الجيل عظيم جدا لو قعد من 6 ل 8 سنين. وهذا هو اللي خلى ذاك الجيل ديال 86 يكون ذاك انسجام كبير. وانا هو المعسكرات اللي ذكرت هو التعايش لسنوات طويله، انا تنقول انطلاق من 80 ولا من 83 مثلا العاب البحر الابيض المتوسط في المغرب. بالزبط. ربما هذه خلاها في حد ذاتها انه تخلق ذاك القوه وذاك الانسجام وذاك العطاء اللي هو مسترسل للاستحقاقات اللي مرينا بها، توصل ذاك الفريق ديال 86 بالنواه ديالو تقوات باش عطات ديك النتائج المرجوه. هل الجيل ده ما زلتوا على تواصل كابتن، ولا ظروف الحياه يعني اخذت كل واحد في اتجاه يعني؟ لا، بالرغم من ظروف ديال الحياه اكيد، بانه الانسان تتغير المسار، تيولي المسار الحياتي ديالو، ولكن هذا ما كيمنعش باش يكون تواصل في العديد من المباريات التكريميه اللي كتقام هنا في المغرب. الحمد لله في العديد من المدن المغربيه كان تواصلوا على مستوى التواصل الاجتماعي ولا الهواتف، يعني اكيد بانه كتبقى ديك الصله وداك الصله في هذاك دائما داك الاحترام وداك الجو الاخوي. صح مظبوط. طب قول لي كابتن، يعني زي ما ذكرنا الترابط مع الجماهير والمحطات اللي اتكلمت فيها واتكلمت عليها، انما يبقى اسم محمد تيموم ما شاء الله اسم كبير وعظيم. يعني هل انت بعد مشوارك الكروي سواء كان مع الجيش الملكي او مع المنتخب الوطني او في احترافك الخارجي مع الاوكرين البلجيكي، قررت انك انت تكون الى حد ما بعيد عن كره القدم تدريبيا، او انك انت مثلا او اداريا، او يعني ده كان اختيارك وكان قرارك، ولا انت قلت خلاص يعني كان جاي منين؟ لا، هو تيبقى داك الحب وداك المتابعه الدوري المغربي، المستجدات ديال على مستوى عالمي، على مستوى قاري، على مستوى عربي، على مستوى، ولكن فعلا كيبقى داك المجال ديال التدريب والرغبه ديالو والحماس ديالك انت بحكم تجربتك خبرتك كتبغي انت توظفها ولا تعطيها للشباب، تتحبهم تتبغيهم، تتعطيهم ديك النصيحه وتتعطيهم داك التوجيه الجيد، لان يمكن احنا مرينا في ظروف اخرى يمكن ما لقيناش هاد بعض الامور، ما غنقولش كل شيء ولكن بعض الامور. الان تكون عندك غيره على الشباب، يعني بغينا داك وين يكون في المستوى ديالو بالقيمه ديالو. ربما هذه مبادئ تتكون عندك، يا يعني اما كتدخل ليها بالشيء اللي كنعيشوا حنا في جميع الدول العربيه. ما نقولش انا كاين بزاف ديال النواقص، كاين بزاف ديال 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 الظروف اللي ما كتساعدش مثلا انت بالاجواء اللي كتمارس فيها اللعبه انك تدخل ليها. كيكون عندك حب وعندك رغبه تدخل المجال، ولكن
كاينه معوقات ها اللي يمكن ما كتلزمش عليه باش تدخل، انما تيبقى دائما نادر هو تجربتك وخبرتك توظفها على مستوى الشباب 100%. وهنا كيمكن ان شاء الله مستقبلا نشوفوا، يمكن غادي نحاولوا نخلقوا واحد الاكاديميه، نتمنى من الله باش ربي يوفقنا باش علاش تتقول انت على الاقل تساهم بداك الشيء اللي خديتيه انت كتجربه كخبره توظفها لواحد المجموعه ديال الشباب على الاقل الا خرجوا حتى من الناحيه الاجتماعيه. طبعا 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 الظروف الاجتماعيه كتلزم باش نساهموا حتى حنا في انشاء واحد النشاه مثلا مستقبليه اللي يمكن تكون عندها ممارسه كرويه في المستوى المطلوب. هل عندك الرغبة في المجال التدريبي ولا أنك أنت بس فقط في إعطاء النصائح والأفكار للأجيال القادمة في من إنشاء أكاديمية؟ لا تدريبي، لا تدريبي، لا صعبة؟ لا صراحة نادر، أنا لو كنت بغيت نشتغل غنكونت نشتغل مع فريق الملكي ولا اتحاد تورقة ولا على مستوى اتحاد المغربي، يعني شيء من 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 سهل، ولكن أنا تنقول يمكن نساهموا من ناحيه اخرى من ناحيه الاكاديميه. اكاديميه بس طبعا يحترم قرارك، يحترم في البعد عن التدريب او عدم خوض النواحي التدريبيه، بس كتير من الناس اكيد بيسالوا يقول لك تيمومي قيمه كبيره، ليه ما نستفيدش منه من التدريب او الناحيه التقنيه حتى كمدير تقني، ولا انك انت بصفاتك الشخصيه فضلت الاستراحه والراحه بعيد عن لا. الضغوطات لا شوف، هو مسألة تكون ملقاة على نادي معين مريتي به، ها تتكون ملقاة على مسؤولين داخل اتحاد المغرب مثلا. انا ما نكونش على اسمي، على اسم ديالي انا مثلا، اللي يمكن تعطينا واحد القيمة اضافية، لان لما كنكونوا كنسيروا واحد المجال ويكون مجال اللي هو جماعي، ها لازم نكونوا كنضروا لواحد اللاعب مثلا، لاعب اللي مر بفتره خدام من التجربه ديالو والخبره ديالو، ولكن حنا كنتمناو باش هذيك الخبره وديك التجربه نوظفوها للشباب اللي هما جايين. لما كنضروا مثلا الفروق على مستوى اوروبي ولا مستوى عالمي، ناخذوا مثلا فريق ريال مدريد، بيريز كرئيس النادي ما كيمكنش يكون هو كيعطف على فالدانو بوتراغيني واحد المجموعه ديال 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 اللاعبين اللي هما مارسوا اللعبه، صح مزبوط، ولكن خداو شي ما من التكوين تي هو كيمكن يستدعيهم وكيجلس معاهم وكيقول لهم ودي حنا بغينا ناخذوا من الخبره ديالكم تجربتكم، ولكن على حساب الاختيار والجهه اللي انتم كترتاحوا فيه، واش المجال الاداري ولا المجال التقني، فكيبقى الاختيارات هنا. وهذه المساله ما لقيناش غير في ما كنشوفهاش في مدريد، شفناها في بايرن، شفناها في واحد المجموعه ديال الفرق اللي هما كناخذوها كنموذج. يعني حنا الرئيس يمكن عنده تكون عنده اشتغالات اخرى، مزبوط، ولكن ما يمكنش يكون متفرغ هو بصفه نهائيه للنادي. هنا كتبقى انا باش نقول كيوظف هو هذاك، ما كيبقاش لاعب، كيبقى تجربة وخبرة كناخذوا منها شيء الكثير، يمكن في مجال تكويني مثلا الفئات العمرية الصغيرة ولا فريق الأول ولا على مستوى إداري ولا كمستشار ولا كمدير نادي، لأن الرئيس بنفسه كياخذ هو أشياء كثيرة من دوك اللاعبين. ربما هذه من الأشياء اللي خصها تكون موجودة داخل في الكرة العربية، صح؟ في فوالا بالنسبه للنوادي المغرب العربي بشكل عام، لانك انت زي ما في قيمه كبيره للاعبين الاوروبيين، في قيمه كبيره للاعبين العرب في داخل بلادهم. يعني بطبيعه الحال وهذا هو اللي كنتمناه، انها تكون تعمم على مستوى النوادي، على مستوى الاتحادات العربيه. يعني هل ده
ده اللي ممكن تلاقي نفسك فيه يا كابتن، انك انت تكون مساند، ومن ناحيه التقنيه، من ناحيه الفنيه، من ناحيه الاستشاريه، من ناحيه حتى الاستشارات الاداريه، لانك انت بخبراتك عارف كويس قوي ايه اللي ممكن يكون مناسب للاعب بطبيعه الحال. بعيد بقى عن الضغوط الفنيه ومكسب انك تدخل الميدان، يعني تكون فعلا كاين ضغوطات كثيره وكبيره، ثم كتبغي انت تحافظ على يمكن الاسم ديالك، يمكن المسار ديالك، يمكن الارشيف ديالك، يمكن عديد من سميتو الامور اللي ما كتبغيش انت تخسرها في واحد الفتره وفي واحد الوقت، يبقى داك الاحترام متواصل. لان علاش ميدان نادر، ميدان تدريب ماشي سهل طبعا، صح، يعني كاينه ضغوطات وكاينه النتائج اللي خصها تحقق، وكاينه متابعه من طرف الاداريين، طرف الجمهور، الاعلام كمان طبيعه الحال، جانب الاعلامي وخاصه كمان فلازم لا هذه كتفرض عليك باش تغير بزاف من 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 الصفات ديالك الشخصيه، ربما هذه اشياء اللي ما نبغيش نطيح فيها. باش نرجع دوك تجي عزيز خلات التيمومي تولق العرضيه محمد تيمومي. الحقيقه يعني ربنا يديك الصحه يا رب ان شاء الله، بس اكيد الناس بتنتظر يقول لك ايه، طب ما فيش تيمومي جديد، ما فيش يعني جيل جديد من محمد تيمومي للاولاد. هل يعني اولادك داخلين في مجال كره القدم ولا بعاد تماما؟ لا، لحد الان باقي له مبسين، ولكن فعلا الفتره عندي الابن رضا 15 سنه ومهدي في 12 سنه، كاين تنبؤ، لان دا كيف تيقولوا ذاك ابن الولد عوام ولا ابو الزواد عوام، نتمنى مهدي ابن الوز عوام. ايوه نتمنى انه مهدي، لانه كاين تنبؤات من واحد المجموعه ديال الاصدقاء والاخوان اللي شافوه وتابعوه، يعني بحكم الممارسه ديالو في مدارس معينه هنا ولا اكاديميات معينه في المغرب، فعنده مقومات. نتمنى باش الله يوفقوا انه يصبح لاعب كره القدم مستقبلا ان شاء الله. هل بتحاول معاه انك انت تشيل من عليه ضغوط المقارنه؟ لان لو ابنك قرر ان هو يدخل المجال رضا او مهدي، دايما بتبقى يعني بشيء غير مقصود من البعض، لك المقارنه، هل ممكن تكون زي الوالد، هل ممكن تكون اقل، ممكن تكون احسن؟ لا، هذه سيوجهها لهم الاخوان والناس اللي كيصادفوهم معايا، وداك الشيء كيقولها لهم، خاصه مهدي كيقول لا خصك تكون بحال ابوك بحال ابوك. ولكن هو الولد الان يعني ما يمكنش ياخذ ضغوطات من الان، ما يمكنش يحس بها، ها باقي ما كيمارش كيف ذكرت لك في البدايه، يعني بالمستطيل الاخضر، يعني بالمسائل القانونيه، كاين دخل المباريات مثلا، المنافسه، كاين حكام، كاين خصم، كاين، يعني باقي ما دخلش هو لهذ الامور، ولو انه تيلعب مباريات داخل هذه المدرسه ولا داخل الاكاديميه، ولكن ماشي بذاك الحجم اللي يمكن ياخذها بجديه ومسائل معقوله. في انتظار هذه المساله ولا هذه المرحله، بس يمكن في مشوارك وتاريخك، واحنا بنتكلم ان 15 سنه البدايه الحقيقيه بالنسبه لك، هل مهدي او رضا ممكن يكون البدايه الحقيقيه بالنسبه لهم، ولا انك انت برضو يعني مش عايز تحط عليهم ضغوطات في ان هم يحددوا مسارهم ويحددوا قرارهم؟ لا، كتخلي له دائما هو الاختيار دياله، يعني ما يمكنش انا نلزم عليه مثلا نادي معين، ها لا فريق معين، ان شاء الله دائما استشاره معاه، والنادي اللي يمكن يلقى فيه راحته هو اللي يمكن تخليه انه ينخرط معاه وينطلق في الممارسه الكرويه ديالو. ما حدش ضغط عليه وقال له لازم تبقى في الجيش الملكي زي والدك؟ لا، لحد الان لا، ما عندوش. شوف، كاين فريق الجيش الملكي كاين الفتح، وفتره معينه قال لي يا بابا لا انا نبغي نتسجل مثلا في فريق الفتح،
وديت واحد السنه قدا معاهم مع الفئات الصغرى وهذه يعني ما فيش مشكل. فواد بتروح تتفرج عليه وكده ولا بتسيبه براحته؟ لا كنشوفه بعض الاحيان ماشي. هل شفت في الستايل او شكل الاداء بالنسبه ليك انت يعني كلاعب ايسر يعني او لاعب اشول يعني ولا هو مختلف؟ لا هو يلعب برجل اليمنى ولكن تابعته هو يعني في من ناحيه المقومات اللي عنده يعني محترمه لحد الان. انا تنقول لازم يكون لها التاطير الجيد المناسب اللي يمكن نصلحه في ذاك الولد مثلا ماشي الابن ديالي. جميع الابناء اللي هما كيكونوا في واحد الفتره عمريه سنيه في هذا الوقت هنا كيكون ذاك المسائل ديال الاصلاح طبعا طبعا. والدته ما قالتلكش ما قالتلوش مثلا لا خلاص بقى كفايه كده انا عشت مشوار طويل في الضغوط وفي المباريات وغيرها بلاش تدخل الكوره ولا لا انا ما تجوش انا درت نهيت المشوار يعني بعد ما نهيت المشوار بتاعك نهيت المشوار يعني خلصت المشوار بتاعك خلصت مع الكوره وفرت. هل انت شايف ان ده الافضل يا كابتن ولا الافضل انك انت في مشوارك بشكل عام مش بكلم عليك انت شخصيا يعني بالنسبه للاعب المحترف هل الافضل ان هو يعني يرتبط ويعمل اسره وهو في مجاله في لا هو الاستقرار مهم وضروري يعني كيلزم عليك التزام. كابتن محمد تيمومي الحقيقه الحديث يطول ويطول زي ما انا قلت في بدايه كلامي ان هو ساعات وساعات يعني انما سعداء بوجودك معنا وسعداء انا على المستوى الشخصي سعيد بلقائك. اهلا وسهلا ان شاء الله كل التوفيق ان شاء الله. اتمنى لك التوفيق ان شاء الله ربنا يخليك. كابتن اتمنى ان احنا يعني هو رساله ورساله مهمه لكل الاجيال في كل الوطن العربي الحقيقه لان محمد تيمومي مش ملك للجمهور المغربي انما ملك لكل جماهير الوطن العربي وهو جزء مهم جدا من كرة القدم المغربية اللي حببتنا كلنا في المنتخب المغربي وأكيد ما زلنا جميعا في الوطن العربي مشجعين ومساندين للمنتخب المغربي إنما الانطلاقة لأجيال معينة هي في جيل الثمانينات ده لو قلل من الأجيال السابقة في الكرة المغربية إنما يبقى تيمومي واحد من رموز كرة القدم المغربية. بشكركم جدا على متابعتكم وإلى اللقاء.